بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. تغطيتنا مستمرة لانتصار عظيم، انتصار عاشت وبتعيشه الدولة المصرية، أبطال وأجيال بتسلم أجيال، وإحنا بنتكلم عن 50 سنة على انتصار أكتوبر العظيم. ضيفنا النهاردة مش مجرد أديب كبير أو مثقف موسوعي في تاريخنا الأدبي، لكنه شاهد عيان على الفترة الصعبة اللي عاشتها الدولة المصرية وصولا طبعا لفترة الانتصار. وبكل تأكيد زي ما كنت بقول من شوية وأنا بقدم لضيفنا ولفقرتنا إنه في دروس مستفادة وما أشبه اليوم بالبارحة، وفي تاريخ متصل بالحاضر، وفي تحديات ما زالت موجودة عن مشهد أكتوبر وعن تحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. بيشرفنا وجود كاتبنا الكبير الأديب أستاذ يوسف القعيد. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ يوسف، مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين، وأنا من عشاق برنامجك ومن مشاهديه باستمرار. ربنا يخليك، ده فوق راسي يا استاذ يوسف. الله يخليك. احنا دردشنا في حاجات وقت ما كنا بنسمع طبعا بطل الحرب والسلام زعيم الراحل انور السادات، وانا هاجل ده هنتكلم فيه بعد شويه لانه مهم جدا جدا، لانه كلام ليه علاقه بالسلام وليه علاقه باستعاده الارض، هنرجع لده بعد شويه. بس حضرتك عصرت هذه الفترة بحلوها ومرها زي ما بتقول، تمام، وشعور النكسة وشعور الانتصار وما بينهما، تمام. فلو حبينا نلخص أو نوثق المرحلة دي زي ما حضرتك شفتها. أنا يعني حرب أكتوبر أعظم عمل قام به المصريون في النص الثاني من القرن العشرين، يعني ده عمل خالد وتاريخي وأساسي، وأنا لو لم أفعل شيء في حياتي سوى أن أنا كنت مجند في القوات المسلحة المصرية، نعم، في ذلك الوقت يبقى يكفيني هذا، يعني يكفيني هذا أكتر من الأعمال اللي ألفتها والكتب اللي كتبتها والمقالات اللي كتبتها كصحفي. يكفيني أن أنا كنت في إحدى وحدات الخدمات الطبية في القوات المسلحة المصرية خلال 67 و73 وما بينهما ولم أخرج إلا في 74 بعد الحرب بسنة إلى الحياة المدنية، حيث عملت بالصحافة كما أعمل بها حتى الآن. دي تجربة مهمة، وأنا بتكلم معاكي اكتشفت، والاكتشافات دي بتجينا بشكل لا إرادي، أن هذه الفترة يجب أن توثق في كتاب. أيوه. يجب أن تكتب في كتاب، لأن الكتابة بالنسبة لي أهم حتى من التلفزيون اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. الكتابة أساسية والتدوين مهم جدا، ولا بد أن أقوم بهذا في الفترة القادمة. بتفكر تعمل ده؟ لازم أعمله، رغم أن أنت ليك أعمال سابقة. أنا عارف طبعا، عندي طبعا كتير، عندي روايات أكتر من رواية عن الحرب، لأن أنا عشت التجربة طبعا. لكن يوميات الحرب نفسها وذكريات الحرب نفسها وأبطال الحرب نفسها لابد أن يدونوا للتاريخ. تستشعر خطر أنه يتم تشويه التاريخ طبعا. فبالتالي إحنا لازم الجهد ده يكون مستمر ويكون في إنتاج طبعا أكتر. طبعا طبعا طبعا. من وجهة نظر حضرتك، يعني هذه المعركة ومحاولة التضليل واستهداف شبابنا وعقولهم واستهداف نصرنا، إيه السبب والرد الأبلغ عليه؟ أولا الهدف الأساسي هو الشخصية المصرية. نعم، الشخصية المصرية. وأنا تعلمت فكرة أو كلمة الشخصية المصرية علشان مش أستمتع بأن أنا عايش وغيري توفاه الله، من جمال حمدان. جمال حمدان عنده كتاب مهم جدا عنوانه 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية، منشور في كتاب الهلال، وأنا أناشد زميلي وصديقي خالد ناجح رئيس تحرير كتاب الهلال أن يعيد طباعة هذا الكتاب الآن، لأنه كتاب شديد الأهمية. وأنا عرفت جمال حمدان خلال هذه الفترة، وكان بيعتبر أن 6 أكتوبر في وقتها آخر صورة تذكارية للأمة العربية وللوطن العربي وللحضارة العربية في مواجهة العدو الإسرائيلي. وأنا أجريت معه حديث لمجلة المصور كان عنوانه أعدى أعداء إسرائيل يتحدث لأول مرة. الرجل كان يعيش بمفرده في الدقي، وذهبت إليه وتعرفت عليه في لحظة نادرة، لحظة إعلان خبر وفاة جمال عبد الناصر
عند الحاج محمد مدبولي في ميدان طلعت حرب، وبقى بيننا صداقة إلى أن توفاه الله. فيعني رجل أثر فيه تأثيرا غير عادي. نعم. وكان يرى أن حرب أكتوبر آخر صورة تذكارية للوطن العربي وللأمة العربية وللشعب العربي في العصر الحديث. هرجع ناقش ده، وهل ده خلاص كده ولا ممكن نستعيد يعني هذه الوحدة في مواجهة تحديات من نوع تاني؟ ده تكرر. آه. ده تكرر طبعا في موقفنا ضد الإخوان. تمام. يعني دي مسألة صحيح. أساسية. صحيح. وأعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسنوات اللي حكمها مستندا إلى فعل جوهري. فعل جوهري في الضمير المصري والوجدان المصري والتاريخ المصري أيضا، وهو تخليص مصر من عصابة الإخوان. يعني تخليص مصر من هذه العصابة. وأنا ما يعني أنا غلطان وبعتذر للمشاهد إن أنا قلت كلمة الإخوان. هذه العصابة لا تستحق أن يكون لها وجود في تاريخ مصر وأن تذكر في تاريخ مصر أنها اغتصبت الحكم بليل في ليل أسود قاتم، ويجب ألا نذكرها أبدا إلا مشيعة باللعنات وبكل شيء. وللتاريخ، وللتاريخ، الثورة التي أخرجت الإخوان من حكم مصر بدأت في وزارة الثقافة عندما اعتصم المثقفون في مكتب وزير الثقافة الإخواني ومنعوه من الدخول، وتحركوا من الزمالك حيث توجد وزارة الثقافة الشارع حسن صبري متجهين إلى ميدان التحرير، ومن ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية ليطالبوا الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه ينزل ويتولى حكم مصر ويتولى مسؤولية مصر. وده دور لعبه المثقفون ويجب تدوينه، لأنه دور شديد الأهمية. والصور خير شاهد على هذا، لأنها مسجلة اعتصامنا، مسجلة تحركنا إلى التحرير، ثم تحركنا من التحرير إلى الاتحادية. أنا مش عايز أسيب المنطقة دي عشان هنطلع فاصل، بس يعني ما أشبه اليوم بالبارحة. ما هو الإخوان طبعًا ما زهقوش. طبعًا. ومكملين في نفس النهج. طبعًا. واستهداف الدولة في الوقت الحالي وفي وقت حرج ومع انتخابات رئاسة. أنت شايف ده إزاي يا أستاذ يوسف؟ طبعًا. شايف ده إزاي؟ أنا شايف إن هما أنا لا أشاهد إعلامهم. أنا لا أشاهده، لأن معتبر إن مشاهدته خيانة لما أؤمن به. إن أنا كده منقسم على نفسي. أنا لا أشاهده، وأناشد الدول اللي مديهم فرصة يبثوا من خلالها سمومهم، يجب أن يعيدوا النظر في موقفهم، خاصة أن هذه الدول، وأنا مش هسميها دلوقتي، أصبحت على علاقة طيبة بمصر السيسي. يعني لا علاقة طيبة وعلاقة جيدة وعلاقة ممتازة. فيجب أن يعاد النظر في كل هذا الدعم الذي يقدم لهم. يعني يجب إعادة النظر في هذا ومنعهم من هذا، لأن ده ضد روح مصر ووجدان مصر وكل ما تمثله مصر، خاصة في علاقتهم بيها اللي هي تخلصت من مشاكل الماضي وهموم الماضي وتعقيدات الماضي، وأصبحنا في وضع جديد يجب أن نتعامل معه باعتبار وضع جديد. وضع بس مليان بتحدي. تحدي طبعا. اقتصادي ضاغط على المواطن المصري. تمام. وفي نفس الوقت لما نتكلم على أنك لما بيكون قدامك تحدي، الشعب المصري هنا بينتفض أو بيقولك أنا بلدي وحافظ عليها وتحمل أي شيء. تمام. ده عدينا بيه وبنعدي بيه كمان الأيام دي. تمام. بتشوفه إزاي أستاذ يوسف؟ أنا بشوف طبعا، وعشان نبقى صادقين مع أنفسنا طبعا. ومع ضمائرنا، إن في مشكلة أسعار في مصر دلوقتي. تمام. في مشكلة ضاغطة على الطبقة الشعبية، وهي أغلبية المصريين، الطبقة الوسطى السفلى، وهي أيضا أغلبية المصريين، ويجب أن يعاد النظر فيها، ويجب أن نعتبرها عدو زي العدو الإسرائيلي ونتصدى لها. والرئيس السيسي سبق أن تصدى لأشياء كثيرة جدا ونجح في اقتحامها وهزيمتها وإلحاق الضرر بها. فأتمنى أتمنى أتمنى وبقولها لثالث مرة، أن يعتبر سرطان الأسعار اللي يعني لا أبرئ الإخوان منه، ومش عايز أكبرهم ولا أديهم أكثر مما يستحقوا،
إنما يجب إن احنا نحاربه وننتصر عليه كما انتصرنا على العدو الإسرائيلي في 6 أكتوبر سنة 73. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نرجع مع حضراتكم مرة تانية ونناقش طبعا المنطقة المهمة اللي بيتكلم فيها أستاذ يوسف وحرب أكتوبر وهذا التحدي اللي تحداه الشعب المصري. بعد الفاصل نكمل كلامنا إن شاء الله. برحب بحضراتكم معانا مره ثانيه، بجدد تحيتي لاستاذنا ادبنا الكبير استاذ يوسف القعيد اللي مشرفنا في التغطيه الاستثنائيه لحدث علينا ان احنا نتذكره ونعيد احيائه لنفسنا وللاجيال القادمه. استاذ يوسف القعيد اهلا وسهلا بك مره ثانيه. اهلا وسهلا، وانا بأحييكم ان بقى اليوم كاملا لاكتوبر، هو يستحق اكثر من هذا لانه اليوم اللي احنا عايشين في ظله وفي نتائجه وفي أفراحه وفي إنجازه العظيم حتى هذه اللحظة وللحظات أخرى قادمة جدا وربما سنوات قادمة من عمر هذا الوطن. طيب والأمة العربية كلها. عايز أتكلم في النقطة دي مدام حضرتك أثرتها. حضرتك قعدت فترة في الجيش وبعد كده رجعت للحياة المدنية. الوقت ده كان إيه الشعور داخل قواتنا المسلحة والشعب المصري كان حاسس بإيه؟ النقلة اللي حصلت، التعب وبعدين الفرحة والإنجاز، لولا حرب أكتوبر والانتصار العظيم ده كنا هنبقى في أي منطقة؟ احكي لنا الانطباعات أو الفترة دي كانت عاملة إزاي؟ والله بص، هو التاريخ ما بيوقفش طويلا قدام لو. يعني مش عايز أتوقف معاكي قدام لو ما حصلتش أكتوبر كان هيبقى حالتنا إيه؟ لأن ما حبش إحنا عايشين عايمين فوق الفرح دلوقتي والسعادة والإحساس بالذنب. أنت استفزتني لما قلت لي يا أستاذ يوسف إنه إحنا وده حق. لولا حرب اكتوبر ما كناش بقينا دلوقتي النهارده كده وبنتكلم كده وبانيين بلدنا وشغالين وعندنا تحديات بس طبعًا بنتعامل معاها. طبعا، وحرب اكتوبر هي التي اوصلتنا الى ما نحن فيه. يعني حرب اكتوبر 73 هي التي اوصلتنا لما نحن فيه. تمام. وهي التي انقذتنا من مشاكل كثيره جدا مررنا بها، خاصه 2011، يعني 2011 وما جرى فيها والسنة الكئيبة اللي ضاعت مننا حكم الجماعة إياها التي لا أريد أن أذكر اسمها. كل ده خرجنا منه بأقل الخسائر الممكنة بفضل حرب أكتوبر، لأن حرب أكتوبر مش عمل عسكري فقط ضد العدو الإسرائيلي واسترداد لسيناء فقط، لكنها إحياء لروح الشعب المصري. ايوه، اللي يقول لك يعني ايه روح اكتوبر؟ هو ايه المقصود من روح اكتوبر؟ انك بتحيي في هذا الشعب. ايوه يا فندم. العظيم صاحب اقدم تاريخ في البشريه كلها. نعم. يعني يقولوا امريكا، يقولوا اوروبا، يقولوا روسيا، يقولوا اليابان، يقولوا الصين، لا، احنا اول بلد في العالم كان فيه نظام حياه. وفي باحث انجليزي مهم جدا اسمه جيمس هنري بريستد، عنده كتاب مهم جدا 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 اسمه فجر الضمير، وناشط دور النشر في جلستي معاك انهم يطلعوا طبعه جديده منها، لان الراجل بيقول في هذا الكتاب ان فجر الضمير الانساني عرفته مصر واهدته للبشريه كلها. صحيح. ولولا مصر ولولا الحضاره المصريه القديمه ما كانش فجر الضمير أصبح مكون من مكونات الحياة الإنسانية. والضمير هنا هو جملة الأخلاق، جملة العادات، جملة التقاليد، جملة الرؤى، جملة الفهم للحياة، موجودة في هذا السياق لفهم الدنيا، وإن لولا مصر ما كانتش البشرية اتعرفت كبشر يميزوا عن أي كائنات أخرى موجودة في العالم بعقلهم، بوجدانهم، بضميرهم. والضمير مسألة مهمة جدا في حياة الإنسان، فالكتاب بيركز على فجر هذا الضمير. نعم. الذي بزغ. نعم. في الحضارة المصرية القديمة. احنا عشنا 20 قرن قبل الميلاد وعشرين قرن بعد الميلاد، فإحنا أقدم حضارة في التاريخ كله، ودي لا فيها شفونية ولا اعجاب زائد عن الحد بمصر ولا غيره، ولا لاني مصري. لا، وخدنا معارك وحروب وصراعات واطماع، كناش ابدا احنا البادئين، لكن كنا المدافعين عن ارضنا واسترداتها لغايه اخر يعني شبر منها. تمام. انا ليه بقول ده برضو؟ لانه
قبل ما نبدأ على طول كنا مع حضرتك وقاعدين وبنسمع لخطاب النصر للزعيم الراحل أنور السادات، ودردشت معايا وقتها وقلت لي أنا كنت باخد رأي حضرتك إيه رأيك في طبعا الخطاب ده وخطابه كمان في الكنيست، فقلت لي أنا كان ليا موقف من ذهاب أنور السادات للكنيست زعيم رئيسنا الراحل، وقعدت النظر في هذا الموضوع. ممكن نشرح الكلام أوي ده؟ أوي عندي الشجاعة، ما عنديش حاجتين في حياتي، عندي حاجة واحدة. أنا مولود سنة 44، وخط حرب أكتوبر في قواتنا المسلحة الباسلة والعظيمة، واللي مصر مستمرة متماسكة ودولة رائدة في العالم بفضل هذا الجيش العظيم جدا والشعب العظيم أيضا. أيوة. إنما وأيام حرب أكتوبر كنت بعتبر الرئيس السادات أحد مؤسسي مصر الحديثة، لكن لا أخفيك ولا أخفي المشاهد الكريم أن سفره إلى العدو الإسرائيلي سنة 77 ترك غصة جوايا ناحيته، ترك إحساس ما ناحيته، وأنه ما كان يجب أن يفعل هذا، رغم أن التاريخ بعد هذا والوقائع التي جاءت بعد هذا أثبتت أنه ربما كان على صواب فيما فعله، وأنه ربما كان بعيد النظر فيما قام به. لكن في الوقت ده في 77 ما كانش عندي القدرة على هذه الرؤية باعتباري مشارك في حرب أكتوبر، ابن هذا البلد، الارتباط بهذا البلد هو أهم ما في حياتي كلها. أنا في كل سفرياتي ما طيش أقعد خارج مصر أكتر من 7 أيام، يعني 7 أيام 8 أيام، ولو زدت عن كده تبقى مشكلة كبيرة في حياتي. فالارتباط بهذا البلد هو عنوان حياتي كلها، وده سر موقف أنا بعترف لك وبعترف للمشاهدين إن أنا أعيد النظر فيه الآن، لأن الشجاعة ليست في اتخاذ موقف، لكن الشجاعة الأكثر في إعادة النظر في هذا الموقف عندما تكون هناك مبررات عامة ووطنية ولا علاقة لها بالمصالح الخاصة في هذا الموقف وإعادة النظر فيه وربما أخذ نقيضه فيما بعد. فأنا بعتبر أن قرار الرئيس السادات بحرب أكتوبر هو قرار تاريخي يضعه مع الزعماء التاريخيين لمصر، من أول إخناتون موحد مصر الفرعونية القديمة لغاية جمال عبد الناصر، مروراً بزعماء كثيرين جدا أتوقف منهم أمامهم، محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. لكن لابد من إعادة النظر بالنسبة لي وبالنسبة لمن كان على شاكلتي ويؤمن بما أؤمن به، أن يكفي الرئيس السادات ما فعله في حرب 6 أكتوبر سنة 73 واسترداد سيناء من العدو الإسرائيلي. استردها مرة بالحرب، مرة بالسلام، ومرة بالسلام. ولولا السلام ما كانتش طبعا تبقى معانا دلوقتي، لأن هم كانوا عايزين يعملوا رأس جسر الاستعمار كده بطابة ويعملوها منطقة إسرائيلية، إنما السادات تمكن بمباحثاته وبكفاحه المدني الغير عادي من استرداد حتى طابة. يعني أنا أبقيت الجزئية دي لنهاية فقرتنا والتغطية الخاصة بي حتى، يعني لأنه وأنا بتناقش مع أستاذ يوسف زي ما بقول لحضراتكم وقت إذاعة خطاب النصر كانت مش هقول مفاجأة، لكن ده عهدنا دايما بالأديب والمثقف الشجاع القوي اللي بيحكم على الأمور وفقا للمعطيات، اللي عنده الكثير من المرونة علشان يشوف الواقع ومتغيراته ويحكم على أفكاره ويصوبها هو شخصيا بنفسه وفقا لقناعة ما يعني ما بخلش بيها علينا، إنه لو في أفكار مماثلة نعيد النظر فيها طبعا. يعني أستاذ يوسف حضرتك قلت لي ده انا يمكن وانا في الطريق بقعد بفكر في دايما عصف ذهني، في دايما ما يبقاش في جمود طبعًا في الفكر. طبعا ده صحيح. انا الدين الله اولا، ثم الدين، ثم الاسلام، ثم القران الكريم، دي ثوابت عمري التي لا يقبل المناقشه فيها. نعم. اطلاقا. نعم. الوطن ايضا ضمن هذه المسلمات الاساسيه،
لكن المواقف السياسية اليومية يمكن الإنسان أن يعيد النظر فيها على ضوء معطيات هذا الواقع له سلبا أو إيجابا. وأنا تعلمت من قراءة التاريخ ومن علاقاتي بأساتذتي اللي تعلمت منهم، وفي اثنين منهم لا أنساهم أبدا، نجيب محفوظ والأستاذ محمد حسنين هيكل، اقتربت منهم كثيرا وتعلمت منهم أكثر وأدركت منهم كيف أتعامل مع هذا العالم. أخيرا أستاذ يوسف، علشان حضرتك كمان قلت لنا مفاجأة مهمة وأنا يعني بشكر حضرتك عليها. لا لسه في قدامنا شوية دقايق بس نستثمرهم مع حضرتك بكل تأكيد، لأنك كان ليك كتاباتك عن هذه الفترة المهمة وعن الملحمة اللي خاضها الشعب المصري، لكن بالعزيمة والقوة اللي بستشعرها من حضرتك أنك عايز تكمل هذا المشوار وعايز يبقى يكون في كتابات وفي أعمال أدبية، أدب الحرب اللي إحنا محتاجينه ومحتاجين نوثق لأبطالنا يعني في هذا التوقيت مع الهجمات المستمرة علينا. تمام. آخد رأي حضرتك في الأدبيات المتعلقة بحرب أكتوبر، في الأعمال الفنية، في الأعمال الوثائقية اللي احنا محتاجينها، اللغة اللي بنخاطب بيها شبابنا أمام هذه الهجمات أو أمام محاولة تشويه الواقع. أولا في عندنا بانوراما حرب أكتوبر، نعم، الموجودة في مدينة نصر بالقرب من طريق صلاح سالم، إنجاز عظيم عملته قواتنا المسلحة الباسلة والعظيمة والتي لها فضل أساسي على استمرار هذا الشعب. أطالب بأنه يضاف إليها بطولات الشعب المصري، بطولات الشعب المصري ابتداء من القرية المصرية إلى المدينة الصغيرة إلى المدينة عاصمة المحافظة إلى المدينة الكبرى زي القاهرة واسكندرية وأسوان. يعني بطولات الشعب المصري العظيم يجب أن نتوقف أمامها طويلا 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 عشان الاجيال اللي ما كانتش موجوده واللي يعني اللي كان موجود في حرب اكتوبر النهارده عنده 50 سنة، ودي يعني كهوله مبكره، انما انا بتكلم عن الاجيال التي ولدت بعد ذلك ولم تسمع ولم تعاصر هذه الايام وسمعت عنها فقط. فدي مساله مهمه جدا. ايضا السينما والمسرح والمسرح الغنائي والروايات والأشعار والقصص واليوميات يجب أن نهتم بها كثيرا جدا وأن تقام لها مناسبات لكي نقدم عن حرب أكتوبر ما يليق بها وما يؤكد أننا استعدناها. وأنا بالأمس في حديث مع الأستاذة ماجدة موريس الناقدة السينمائية الشهيرة والمعروفة والمحايدة والوطنية أيضا، اكتشفت أن في أعمال كثيرة عن حرب 6 أكتوبر. أنا ليا فيلم منهم اللي هو المواطن المصري مأخوذ عن رواية الحرب في بر مصر، صحيح، آخر فيلم عمله المرحوم صلاح أبو سيف. إنما في سينما أكتوبر الجيدة وسينما أكتوبر العظيمة التي ننتظرها ونعيش على أمل أن نراها قبل أن نرحل عن هذه الدنيا. كنت حضرتك حاضر الندوة التثقيفية لتعليم. أيوة. طبعا كان في كلام مهم اتقال في المنطقة دي وخبراء حتى في الإعلام وفي التكنولوجيا وأبطالنا وهم بيفندوا وبيردوا على التشكيل. تمام. وقفت ايه المشاهد اللي انت وقفت قدامها؟ اللوحة الخاصة بالندوة التثقيفية شفتها ازاي يا فندم؟ الندوة التثقيفية اولا مسألة مهمة للغاية، والشؤون المعنوية تكاد تكون عنوان عظيم ومبهر وغير عادي لقواتنا المسلحة الباسلة. ولولا ان قواتنا باسلة ومسلحة ووطنية ومدافعة عن الوطن ما كانتش الشؤون المعنوية تقدر تعمل احتفال بهذا البهاء وبهذا الجمال. جميل. وبهذه الدرجة العظيمة جدا. وانا انبسطت كمان لاحتشاد الفنانين المصريين الراهنين واللي يجب ان احنا نكبرهم ونلاقي فيهم فنانين كبار زي الفنانين السابقين، ويبقى عندنا فنانين كبار، والشؤون المعنوية بتعمل ده بشكل جيد جدا، لكن يبقى توثيق ما جرى في أكتوبر قبل أكتوبر وخلال أكتوبر وبعد أكتوبر. دي مسألة مهمة. يعني ما جرى في سيناء بعد أكتوبر ملحمة وطنية مستمرة لغاية النهاردة، التنمية في سيناء، يعني ملحمة وطنية على الإرهاب. ان احنا نجحنا في ان احنا نخليها جزء من الوطن.
تمام. مش ان انا مسافر سينا يعني رايح ارض اخرى. عبور القناه الناحيه الثانيه مش معناه ان انا بعدي الى ارض اخرى، لا بالعكس، سينا عنوان لهذا الوطن وجزء من هذا الوطن وجزء عزيز وغالي من هذا الوطن، ويجب ان نتعامل على هذا الاساس ونشيل حته عبور القناه. ما احنا ما بنعبرش القناه لا، جزء لا يتجزأ. سينا موجوده جوانا واحنا موجودين بداخلها، لانها اعظم جزء في هذا الوطن العظيم الغالي الذي يجب ان يكون غاليا بصرف النظر عن بعده او قربه. حضرتك لمست نقطة مهمة، وفعلا انت بتتكلم على سينا وشهدائنا اللي على مر تاريخنا وشهدائنا اللي قدموا ارواحهم طبعا في العشر سنين الحرب الرهيبة اللي خدناها ضد الارهاب نيابة عن العالم كله. طبعا. طيب، اهمية التنمية في سينا، وحضرتك ما دام ذكرت الجزئية دي مش عايزة اسيبها، وانت بتستعيد زمام امورك وانه ما يبقاش تعمر المكان بالبشر. تمام. تقف ضد الاطماع اللي ما زالت مستمرة في سينا. دي مهمة. وأنا ليا صديق الدكتور صلاح سلام يعيش في العريش حتى الآن، وأنا على صلة دائمة به، ويحكي لي خلفيات ما يتم هناك من إنجازات ومن بناء ومن تعمير. وأجمل ما في سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بناء الإنسان، الاتجاه الى الانسان وبنائه. مش يعني كويس قوي ان احنا نستصلح الاراضي، كويس قوي ان احنا نبني قرى، جميل جدا ان احنا نبني مدن، شيء جميل ان مياه النيل تصل لاخر حبه رمل في سينا في مجاورتها لفلسطين، ده كويس قوي. لكن الانسان يبقى هو حجر الزاويه في اي بناء حقيقي يمكن ان يتم. صحيح. في سينا، وسينا ليست قطعة أرض نروح نزورها ونرجع تاني. صحيح. إنما دكتور جمال حمدان بعد كتابه المهم جدا شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، الكتاب الوحيد الذي كتبه سيناء، عمل كتاب عن سيناء منشور في دار الهلال، كتاب مهم للغاية، وكتاب بينبهنا إلى أنه دي مش بوابة العبور إلى فلسطين، لا، دي جوهر مصر وحاضر مصر وماضي مصر، وأيضا وده هو الأهم، مستقبل مصر. كل التحية والتقدير لشخص حضرتك، بجد شرفتنا ونورتنا يا أستاذ يوسف، سعداء دايما بكلام حضرتك وبرؤيتك وبتحليلك للواقع وللتاريخ اللي عشناه وبنباهي بيه أمام العالم وأمام ولادنا إن شاء الله دايما يا رب. أنا برجو ما يكونش الاهتمام النهاردة عشان النهاردة 6 أكتوبر. مفهوم. لا، أنا أرجو أنه في الفترة القادمة نهتم بأكتوبر. نعم. ونستعيده ونستحضره. نعم. ونستفيد من دروسه العظيمة في حل مشاكلنا المزمنة ومشاكلنا الدائمة والمستمرة، لأنه درس في الوطنية أكثر من كونه درس في استرداد سيناء، هو درس في العلاقة بالوطن مصر الذي لا يملك الذي لا نملك إلا أن نحبها وأن نعشقها وأن نصلي لله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن تبقى إلى الأبد إن شاء الله، بقوة وعزيمة الشعب المصري ووحدته وحبه وخوفه على بلده، وإن احنا دايما إيد واحدة مع بعض، لأن التحديات تفضل دايما على مدار تاريخنا موجودة، الطمع في مصر ومحاولة تدميرها ومحاولة طمس الهوية المصرية، كل دي محطات للأسف تبعناها واشتغلنا عليها، لكن بعد ربنا سبحانه وتعالى المصريين والقوة والعزيمة والإرادة اللي فيهم قادرة على أنها تواجه أي حاجة وأي خطر من النوعية دي وأكتر. شكرا لك يا أستاذ يوسف، كل سنة وحضرتك طيب. الكلام الجميل اللي انت قلتيه. تسلم لي. لان المهنه بتغلب برضه مهما انا اجتهد. كلامك لا والله العفو، يلمس قلوب الناس وقلبي انا لما بشوفك يعني. يا رب يخليك يا استاذ يوسف، كتر خيرك. شكرا. طبعا تغطيتنا مستمره، يوم استثنائي لحدث استثنائي هنفضل عايشينه وعايشين بالذكريات اللي هتفضل حاضره في اذهاننا بالبطولات اللي محتاجين دايما نسمعها ونكررها ونقولها لاولادنا. فعلى مدار اليوم محطات وفقرات مهمه هنستكملها مع حضراتكم، وهيكمل التغطيه زميلي العزيز محمد شردي، لكن دلوقتي هنطلع
هنشوف فيلم عن سينا، ملحمة التضحية والبناء، فيلم إن شاء الله تستمتعوا بيه. ودايما زي ما كان أستاذ يوسف هنا أهمية الأعمال الفنية، الأعمال الوثائقية، الصورة اللي بتبقى أبلغ من أي كلام، بس أنت بتشوف على الأرض سينا بيحصل فيها إيه، البنى حجمه عامل إزاي، التضحية اللي طبعا تم تقديمها على مدار سنوات. نتابع الفيلم مع حضراتكم، وبعده هيستكمل التغطية مع حضراتكم إن شاء الله زميلي شردي، ونرجع نشوفكم على ألف خير، وكل سنة ومصر بخير، وكل سنة وانتم طيبين وبألف صحة، ومصر دايما قوية وعزيزة بشعبها. بشكركم.